أخبار الوحدة زوالا مباشرة على الأولى، أهلا بكم. وهذه أبرز العناوين. ممثلا لجلالة الملك في الشق رفيع المستوى لقادة الدول والحكومات المنعقد بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 29 في باكو، رئيس الحكومة يستعرض تجربة المغرب في التأقلم مع التغيرات المناخية ودوره الرائد في مجال الانتقال الطاقي وطنيا وقاريا ودوليا. الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية بالعيون، مناسبة لرجال الأعمال بالبلدين لاستكشاف فرص الاستثمار بالصحراء المغربية. زيارة الوفد الفرنسي للأقاليم الجنوبية تأتي غدا الاعتراف الفرنسي بسيادة المغربي على صحرائه وعزم باريس على المساهمة في تنمية أقاليمنا الجنوبية. ندرة الموارد المائية التي تعاني منها عدة جماعات بإقليم الشوكة أيتبها، اتخذت مجموعة من الحلول المبتكرة لتوفير الماء الصالح للشرب للساكنة المناطق الجبلية من قبل إحداث خزانات بسعة كبيرة. أهلا بكم، والبداية من باكو عاصمة أذربيجان، حيث يمثل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الشق رفيع المستوى لقادة الدول والحكومات المنعقد بمناسبة الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 29. رئيس الحكومة استعرض في كلمة بالمناسبة تجربة المملكة وفق الرؤية السامية لجلالة الملك محمد السادس في التأقلم مع التغيرات المناخية من خلال التزامها منذ سنوات عديدة بلعب دور رائد في مجال الانتقال الطاقي إن على المستوى الوطني أو على الصعيدين القاري والعالمي. التفاصيل في مراسلة هدى مسهل، حمزة السايح، سهام بخليفي ويوسف الشركي. استحضرت التزام المغرب الكبير لصالح العمل المناخي وسلطت الضوء على مسار التنمية المستدامة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. هكذا جاءت كلمة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ممثلا لجلالة الملك في الشق رفيع المستوى لقادة الدول والحكومات المنعقد في إطار قمة المناخ العالمية كوب 29 بباكو. الكلمة التي استهلها رئيس الحكومة بتهنئة دولة أذربيجان على هذا الحدث رفيع المستوى استعرضت توجهات المغرب نحو تحقيق الانتقال الطاقي وبرامجه في مجال تكييف الزراعة الإفريقية كبرنامج رائد يرسي استدامة القطاع الزراعي الإفريقي. L'initiative pour l'adaptation de l'agriculture africaine AAA a été lancée sous l'impulsion de Sa Majesté. تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم إطلاق مبادرة تكييف الزراعة الإفريقية خلال كوب 22 بمراكش لتحويل الزراعة الإفريقية وحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي. وتواصل مبادرة AAA عملها على محور تحسين التربة والوصول إلى مياه الري ودمج التكنولوجيا الزراعية القادرة على الصمود. كلمة رئيس الحكومة في هذه التظاهرة المناخية العالمية استحضرت الرؤية المستنيرة لجلالة الملك في مجال الطاقات المتجددة والتي مكنت المغرب من تحقيق إنتاج 40% من إجمالي الكهرباء التي تحتاجها المملكة عبر الطاقة الخضراء لتصل هذه النسبة إلى 52% بحلول 2030. توجه مكن المغرب أيضا من تحديث مساهماته المحددة وطنيا ومراجعة طموحاته في تحقيق الحياد الكربوني. يباشر المغرب تحديث مساهمته المحددة وطنيا من خلال طموحه لتحقيق الحياد الكربوني ودمج مشاريع مهيكلة كتحلية مياه البحر عبر الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر وموارد الطاقة الشمسية والريحية والعمل على الاستجابة لتحديات الحياد الكربوني.
كلمة رئيس الحكومة أكدت على التزام المغرب تجاه العمل المناخي العالمي وتحقيق الاستدامة بمسؤولية كاملة، مؤكدا على التحديات التي يعيشها الكوكب جراء تواتر التغيرات المناخية وتفاقم الاحترار العالمي كتحديات مشتركة تهم كافة بلدان العالم خاصة الدول الصناعية، تولد خسائر بشرية واقتصادية كما تؤثر على الأمن الغذائي والبنية التحتية الصحية. يتوقع العالم التزامات ملموسة من مؤتمر الأطراف كوب 29 لتسريع التحول الإيكولوجي بطريقة أكثر تضامنا، يوفر الوسائل الضرورية واللازمة لتنفيذ ذلك، خاصة فيما يتعلق بحلول التمويل المستدام لصناديق التكييف وآليات التأمين المناخي لتمكين البلدان منخفضة الدخل وغير المسؤولة غالبا عن الاحترار العالمي لتمكينها من تعزيز صمودها ومقاومتها لآثار الاحترار. هنا بقمة المناخ العالمية كوب 29 بباكو، يجدد المغرب التزامه لصالح العمل المناخي العالمي من خلال مشاركة تفتح آفاق شراكات واعدة تتوخى تحويل التحديات المناخية إلى فرص، باصما بذلك على تموقعه كرائد في العمل المناخي العالمي. ودم سهل وحمزة سيحلي الأولى، باكو أذربيجان. وعن مشاركة المغرب في قمة كوب 29 بأذربيجان ومن انخراط بلادنا في الجهود الدولية للتأقلم مع التغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري والمقاربة والرؤية الملكية بهذا الخصوص، نتابع تصريح رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. كانت هذه مناسبة اللي في أخذ الكلمة باش نتكلموا عن المشاريع الكبيرة اللي كيقوم بها الدولة المغربية تحت القيادة ديال صاحب جلالة واللي كيعطيها أهمية كبيرة، وكانت مناسبة باش نتكلموا أولا على المبادرة المغربية اللي عندها الرعاية ديال صاحب جلالة اللي هي تريبل أ، يعني التكييف ديال الفلاحة في القارة الإفريقية، واللي مبادرة اللي المغرب يساند القارة الإفريقية في تكييف فلاحته، وكذلك واحد العدد ديال المشاريع اللي هما الهيدروجين فير ولا الطاقة يعني المتجددة اللي اليوم وصلنا ل 40% من الإنتاج الكهربائي اللي كيجي من هذه الطاقة واللي غادي نوصلوا ل 52، وهذا مشروع ملكي كبير اللي كنقوموا به. كل هذه إمكانيات وكنقولوا بأن المغرب هو يعني كيجدد كذلك ليزونكاجمون ديالو في المستقبل، وبأنه يعني حان الوقت أنه الدول الكبرى أنه تعمل الدور ديالها كذلك، لأنه كما كنشوفوا التحولات اليوم اللي كاينه في المناخ والاشكاليات اللي كاينه في المناطق وبخصوص المناطق ديالنا، انتم كتشوفوا بان بعض المناطق اللي فيها قله الشتاء والجفاف وبعض المناطق اللي كتجيها الشتاء اللي هي كثيره، فالتحول المناخي عنده يعني المسؤولين ديالو اللي هما كيلوتوا واللي كيخليوا انه يعني الامباكت على الساكنه كيكون كثير، فلهذا يعني هذا خص واحد التضامن عالمي باش يكونوا إمكانيات مالية لأولا تتبع هذا التحول كله وإعطاء الإمكانية باش تكون لاتينياسيون، يعني نهبطوا من هذا الشيء ديال اللي كيكون هو المنتج ديال هذا الكربون، وكذلك باش نشوفوا كيفاش نتأقلموا مع فلاحتنا مع الماء مع الحمد لله المغرب عنده مشاريع اللي هي كبيرة في الماء، مشاريع كبيرة في الهيدروجين، مشاريع كبيرة في الطاقة المتجددة، ونحن على تحت القيادة الفعلية ديال صاحب جلالة وأوراشه الكبرى. وللحديث عن أشغال قمة المناخ في باكو معنا مباشرة من مراكش الأستاذ الجامعي حسن أحبيد، أستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بنغرير. إذن سيدي، بداية، رئيس الحكومة ممثلا لجلالة الملك في قمة المناخ استعرض في كلمته تجربة المملكة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية، النموذج المغربي في مجال انتقال
الطاقي وأيضا المشاريع الضخمة المتعلقة بمواجهة ندرة المياه وأيضا الحياد الكربوني. أستاذ، على ضوء ما ورد في كلمة رئيس الحكومة، ما هي مرتكزات المقاربة المغربية في التأقلم مع التغيرات المناخية، وبأية آفاق تتوجه هذه المقاربة نحو المستقبل؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. أولا، المقاربة المغربية فيما له علاقة بالمناخ وبمواجهة التقلبات المناخية هي مقاربة شمولية ترتكز على خطة وطنية ذات عدة أبعاد. هذه الخطة تؤطرها التعليمات والتوجيهات الملكية السامية. هذه الخطة تتعلق أولا، المغرب اليوم يطمح أنه في سنة 2030 يكون عنده أكثر من 52% ديال الطاقات المتجددة التي يستعملها. فهناك برامج متعددة فيما يخص الطاقات المتجددة، يعتبر المغرب بلد رائد. هناك كذلك فيما يخص كل ما له علاقة بالفلاحة والتنمية والمستدامة، بحيث هناك تدبير للموارد المائية للفلاحة لكل لحماية المناطق الساحلية، كذلك تعزيز البيئة بسياسة غذائية والطاقية. وكذلك في هناك في المملكة تولي اهتماما خاص للحفاظ على المنظومة البيئية الهشة من خلال تدابير متعددة، بحيث أنه منذ 2017 وضع المغرب، وكان هذا في إطار مجلس وزاري ترأسه سيدنا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس في 25 يونيو 2017، ترأس خطة وخارطة طريق وطنية مرجعية تروم تعزيز مجموعة من السياسات العمومية في مجال التنمية المستدامة وتفعيل أسس اقتصاد أخضر. وهنا ينطبق الأمر على الطاقات النظيفة الأخرى زيادة على الطاقات الشمسية ممثلة في المشروع الضخم في ورزات الذي هو مشروع نور. هناك مصادر للطاقة النظيفة الأخرى، بحيث يعول المغرب على تطوير محطات لتوليد الطاقة الريحية على غرار محطات الطرفاية الأكبر في القارة الإفريقية. كذلك هناك ويرمي إلى إنتاج أكثر من 300 ميجاوات في ما يخص الطاقة الريحية. هناك بناء استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي يهدف المغرب إلى بلوغ 52% كما قلت. طيب أستاذ أحبيب، الطاقات المتجددة. أستاذ، برأيكم ما هي الأولويات المطروحة الآن في المفاوضات الحالية، وما رهاناتها المستقبلية في أفق إيجاد حلول عملية لإشكالية التغيرات المناخية والاحتباس الحراري؟ كما تعرفون، القمة الحالية في باكو بأذربيجان من بين النقط الهامة التي تناقشها هي تمويل، وكيف يمكن تمويل كل ما له علاقة بالانتقال الإيكولوجي وبالمحافظة على البيئة، وخاصة بالنسبة للدول النامية. وهنا لابد أن نبرز الدور الهام الذي يلعبه المغرب في هذه المفاوضات، بحيث هناك وفد هام. لقد تتبعنا جميعا كلمات السيد رئيس الحكومة والذي يترأس الوفد المغربي لهذه القمة، والتي هي قمة مهمة تروم بالأساس التوازنات، وكيف أنه يمكن تطبيق كل ما تم الاتفاق عليه خاص في قمة باريس وفي معاهدة باريس الخاصة بالمناخ، وفي القمة التي عقدت في المغرب في قمة كوب 22، والتي كان لها السبق في
خلق نوع من العمل الإفريقي المشترك، بحيث أن المغرب لا يدافع فقط عن ما يقوم به وعن منجزاته وما يعتزم القيام به، بل هو من الدول الرائدة الآن فيما يتعلق بحماية البيئة وبالعمل على مواجهة تقلبات المناخية وما تنتجه كما لاحظنا في خطاب السيد رئيس الحكومة من كوارث طبيعية ومن تقلبات كدنا نعرف لنا فيما وقع مؤخرا في فالنسيا. نعم. من نعم. فيضانات، وما وقع في مجموعة من الدول من فيضانات. هناك بعض الدول التي أصبح هنا من يمكن أن يغطيها البحر في الخمس سنوات، في الخمسين سنة القادمة. نعم. الجزر الصغيرة. وهذه الإشكالات تطرح على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته وأن يواجهها بجدية. نعم، شكرا لكم على كل هذه الإضاءات الأستاذ الجامعي حسن أحبيد، أستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات في بن كرير. احتضنت مدينة العيون الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية، تظاهرات كانت مناسبة لرجال الأعمال بالبلدين لاستكشاف فرص الاستثمار بقلب الصحراء المغربية. زيارة الوفد الفرنسي للأقاليم الجنوبية تأتي في إطار الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على صحرائه وعزم باريس المساهمة في تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة. روبرتاج محمد تروزي وصالح رقيبي. اجتماعات ولقاءات عقدها وفد رجال الأعمال والاقتصاديين الفرنسيين، يتقدمهم السفير الفرنسي بالمغرب مع عدد من مسؤولي جهة العيون الساقية الحمراء. والجهة طرح في لقاء مشترك مع الوفد الفرنسي تفاصيل التنمية الجهوية والإقليمية بالمنطقة والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبرامج الكبرى التي تشهدها الجهة منذ عقود. لقاء آخر عقده الوفد الفرنسي مع رئيس مجلس جماعة العيون تم التطرق خلاله لروابط البيعة التي تجمع أبناء الأقاليم الجنوبية بالعرش العلوي المجيد ومسارات التنمية التي تعيشها أقاليم الصحراء المغربية في كافة المجالات، والتي تجعل العنصر البشري الأساس في كل البرامج والمشاريع. رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء وفي لقاء مشترك مع السفير الفرنسي والوفد المرافق له ناقش آفاق التنمية والمزايا الاستثمارية بالجهة وسبل تعزيز الشراكات في المجالات الحيوية. جئنا هنا للتعبير عن الإرادة السياسية التي تم الإعلان عنها خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية بدعوة من صاحب الجلالة في البرقية التي بعث بها جلالته. بدأنا هنا نلمس كافة الفرص التي تتوفر على المستوى الاقتصادي، اطلعنا على النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وعلى الفرص المتاحة في المجال الثقافي ومجالات أخرى تهمنا. احنا بايعنا جلالة الملك 75 ومنزلنا بايعين جلالة الملك، نأكدوها أكدنا للسفير الفرنسي عن راه لا نقاش في شقين الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. الوحدة الترابية احنا فيها كاملين وكامل المقاربة كاملين، وشرحنا المشاريع اللي ما هي كذب، شرحنا له على الملاعب، شرحنا له على المدارس، شرحنا له على السبيطارات، شرحنا له على الكلية ديال الطب، شرحنا له على البنية التحتية، شرحنا له على كل شيء. استمرت زيارة الوفد الفرنسي للعيون بعقد لقاء اقتصادي بأبعاد استراتيجية ضمن الأيام الاقتصادية المغربية الفرنسية التي تحتضنها جهتي العيون الساقية الحمراء والداخل وادي الذهب. بالأرقام والإحصائيات قدمت مجموعة من العروض تبين نتائج المشاريع والبرامج التنموية على الأرض، وتطرح مسار خطط التنمية الجهوية في كافة القطاعات، مما يسمح لقادة الأعمال وصناع القرار الاقتصادي من مختلف القطاعات الفرنسية المشاركين ضمن الوفد من فهم الأولويات والفرص الاقتصادية والاستثمارية بشكل أفضل، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والصيد البحري والبنية التحتية والماء. الهدف هو أن تتمكن المقاولات من إيجاد فرص للاستثمار في قطاعات مختلفة كالطاقة أو الاقتصاد الأزرق، كما أوضح لنا المكتب الجهوي للاستثمار وكذا البرنامج التنموي للجهة. وأظن أن رجال الأعمال الفرنسيين يمكنهم الانخراط في أهداف هذا البرنامج. هي ترجمة فعلية لإرادة فعلية حقيقية على الأرض، يعني هي رسالة ضمنية على أساس أنه اليوم السفير الفرنسي يتكلم على وحدة التراب، هذا لا مجال فيه، لا جدل فيه.
الرؤية الثانية والمنظور الثاني لما عرضنا عليهم البرنامج الملكي وبرنامجنا المندمج أبدوا اهتمامهم وانبهارهم بمستوى البنية التحتية الهائلة ومستوى النظرة المستقبلية في البرنامج الملكي بشكل خاص. زيارة ميدانية قام بها السفير الفرنسي مع عدد من أعضاء الوفد للمدرسة الفرنسية بالعيون، اطلعوا خلالها على عمل المؤسسة وأدوارها الثقافية. كما قام عدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين ضمن الوفد الفرنسي بزيارة لمرافق وبنيات المعهد الإفريقي للأبحاث الزراعية التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات بفم الواد، وتعرفوا على عمل المعهد وأهميته في التكوين والبحث من خلال عرض حول أهم الأبحاث العلمية التي ينجزها المعهد في المجال البيئي. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من العيون السيد إبراهيم بلالي سويح، محلل سياسي وعضو المجلس الملكي الاستشاري لشؤون الصحراوية. إذن سيدي، بداية، خلال الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس الفرنسي لبلادنا باريس، جددت التأكيد على دعمها القوي لمغربية الصحراء وأكدت عزمها على تعزيز حضورها القنصلي والثقافي والاستثماري بالصحراء المغربية، واليوم تتجسد هذه الإرادة بخطوات عملية. إلى أي حد ستساهم هذه الشراكة في تعزيز الإشعاع الدبلوماسي والاقتصادي لمدن وحواضر الصحراء المغربية؟ مساء الخير لك ولمشاهدين الأفاضل الكرام. بداية، هذه الزيارة تندرج في إطار الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية الوطيدة التي تمت خلال الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، والذي صرح علانية بأنه أن الأمور ستتجه أبعد من ذلك من حيث الاستثمار في المنطقة والمواكبة تنميتها، وذلك عبر المواكبة الفاعلين والمقاولات عبر مبادرات تضامنية ومستدامة لفائدة الساكنة المحلية. كل هذا يدفع إلى إعطاء دفعة جديدة للصيغة الدبلوماسية عبر أفعال تنفيذية في غاية الأهمية، وهو ما جسدته الزيارة التي يقوم بها الآن السفير الفرنسي المعتمد في المملكة المغربية السيد كريستوف كورتيه، والذي جاء بوفد هام من الرياديين من رجال الأعمال في مجالات متعددة من مجال اقتصادي وثقافة وتعليم وتربية وغيرها، يعزز الإطار الذي تمت فيه الاتفاقيات التي تمت توقيعها أمام أنظار جلالة الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي بلغت 22 اتفاقية. تعززت هذه الاتفاقيات بآلية لتسريع هذا الاستثمار، والتي رصدت إليها 3 ملايير من رؤوس الدرهم من رؤوس الأموال من أجل التسريع وإنجاز وثيرة هذه المشاريع، والتي أشرف عليها الصندوق محمد السادس للاستثمار، بالإضافة إلى وكالة التنمية الفرنسية للتنمية، ثم كذلك بنك الاستثمارات العامة لفرنسا. كل هذا على الأرض ميدانيا المنطقة تعززت بتحسين مناخ الأعمال وكذلك تنويع وتسويق العرض الترابي. نعم، في هذا الإطار سيد سويح، أمام المسار التنموي الذي عرفته المقر. نعم سيد سويح، في هذا الإطار، الأقاليم الجنوبية للمملكة بإمكانياتها وبنياتها التحتية ومناخ الأعمال فيها، ما الذي يجعلها قطبا جاذبا للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وما هي المجالات التي تحظى بالأهمية عند المستثمرين؟ بالنسبة للأقاليم الجنوبية وما تتمتع به من إمكانيات واعدة وهائلة، عززت هذه الشراكة النموذجية جنوب شمال كما قال عليها الوزير الخارجية الفرنسي
جون نويل بارو مؤخرا من خلال دعوته إلى الدفع قدما بهذه الشراكة، لأنها شراكة ستفتح الباب أولا بتعزيز هذه المنطقة باعتبارها جسرا عمليا وواقعا الآن نحو إفريقيا بين أوروبا وإفريقيا. هذه الأقاليم تعزت ببنية تحتية بلغت 550 مشروع، كما هو الحال في البرنامج الطموح للنموذج التنموي الذي انتهى تقريبا سنة 2022 من خلال البنيات التحتية المتعددة. لأنه أمامنا الآن على المستوى المشاريع هناك مشاريع واعدة بالابتكار وخلاقة على المستوى الطاقات المتجددة، على المستوى البنيات التحتية التي تؤهل إلى استثمارات على المستوى القاري، لأنه ما تم بناؤه على مستوى الطرق السريعة والطرق الازدواجية وكذلك على مستوى المواني كما هو الحال بميناء الداخلة هي تربط الآن الأقاليم الجنوبية بالعمق الإفريقي عبر مواني خليج غينيا ودكار ثم كذلك بلاس بالماس، بالإضافة إلى ربطها المندمج مع ميناء الدار البيضاء وطنجة. كل هذا يوفر أرضية أيضا من ناحية المناطق الصناعية التي تم إحداثها في إطار هذا النموذج التنموي، سواء المناطق